الأضحية هي كل ما يذبح من بهائم الأنعام من أول يوم في عيد الأضحى المبارك حتى آخر أيام التشريق تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تعد من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ولها عدة شروط يجب الالتزام بها حتى يتم قبولها. بدنا نحكي نحن عن خصوصية الأضحية بعيد الأضحى. الأضحية هي فدوى عن سيدنا إسماعيل، يوم اللي سيدنا إبراهيم الخليل رأى بالمنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل، استفتى رب العالمين بكبش عظيم. هي الأضحية. في أصول لذبح الأضحية وبتختلف عن الندر أو الفدو؟ بتختلف كثير. لكان هي الأضحية بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، تنعادوا عليها من السالمين. عيد أضحى مبارك. بالنسبة للأضحية هي سنة عن سيدنا إبراهيم، وهي من بعد صلاة العيد بتبلش. هلأ قبل صلاة العيد ما تعتبر أضحية، فصلي لربك وانحر. من بعد العيد لرابع يوم العيد العصريات. والأضحية يعني شرط لازم يكون وزنه من فوق 50 كيلو، وإن شاء الله مقبولة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والبلد بخير وكل الشعب بألف خير، والحمد لله اللي رجعت سوريا بألف ألف ألف خير وتعافت. كل عام وأنتم بخير. الأضحية قربان إلى الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم فدى ابنه فيها، نزلت هذا الكبش، هذا الذبح، وسموا عيد الأضحى. والعادة من الأضحية أن يبقي المضحي بالثلث لنفسه ولأهل بيته، ويهدي الثلث منها لمن يشاء، ويفضل أن يكون من الجيران وذوي القربة، ويتصدق بالثلث المتبقي منها، وهؤلاء يجب أن يكونوا من الفقراء والمساكين.